في رمضان الناس تحب تعطي الدم يعني، وحنا نمشيو للهم، نمشيو للهم سورتو للمساجد وهذيك في الليل. عندنا شاك سومان ولا نديرو وحده ولا زوج تاع لي كولكت، سمعت؟ ويون بروفيت خلاف من لي جورني هادو تاع كيما لا جورني مونديال تاع الدون دو سون، وهادو سي لي جورني مغربيين. اليوم اون في اون كولكت دون سو سونس. جيت نتبرع اليوم المريض يحتاج الدم او نيجاتيف، راه ناقص بزاف. والحمد لله في رمضان الفطار كيف كيف، ما كانش حاجه عاديه اللي نحيتو، حاجه عاديه كيما موالف في الفطار نحي كيما دروك. التبرع بالدم يعتبر وعي، وهنا يتجسد كما نقولوا تجسد الاخوه، وراهي راهي فرصه كما نقولوا تاع رمضان وين تفكرنا بالناس اللي محتاجين، سواء اللي محتاج في المؤونه ولا محتاج في الدم ولا محتاج اي حاجه، دونك نحاولوا كيفاش ما نبخلوش عليهم.